معنا نائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان والفائز النهارده برئاستها. مساء الخير ومبروك يا سياده النائب. الله يبارك فيك يا استاذه ريهام ومتشكر جدا. شكرا لحضرتك. قول لي ايه اللي تقدر تقدمه بقى من خلال رئاستك للجنه حقوق الانسان، تقدر تقدم ايه في الملف ده اللي هو احنا عارفين ان هو من الملفات الشائكه جدا؟ عارفه يا استاذه ريهام، يعني انا لما قالوا لي ان انا عايزين اعمل لهم دخله مع حضرتك، اتفضل. انا يعني رحبت جدا، لان انا عارف ان حضرتك هتتكلمي في حاجات مفيده للناس. يعني انا 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 تقريبا في شبه مقاطعه للاعلام، لان الاعلام بيتحدث، مش كل الاعلام طبعا، جزء من الاعلام بيتحدث بيسيب الموضوع ويتحدث في الفرعيات. انما انا بحييك، انت دخلتي في الموضوع. شكرا على لحضرتك. شكرا جدا. شكرا ليك. طبعا انا عندي اجنده للجنه عندنا. بدايه كده لازم نلم شمل اللجنه اولا. انا ابتديت فعلا اتواصل مع كل النواب اللي كانوا موجودين في اللجنه قبل كده، واللي الحقيقه هم يعني كانوا ليهم اتجاه لرئاسه اللجنه لحد تاني، وابتديت اتواصل معاهم. اولهم طبعا النائب المحترم اكمل قرطام، اتكلمت معاه ورجعت حتى في موضوع الاستقاله، وقلت له يعني اتمنى ان انت تتراجع فيها، لان انت اضافه كبيره وقيمه كبيره سواء في البرلمان او سواء في لجنه حقوق الانسان، وما نقدرش نستغنى عنك. كويس، يعني رد فعله كان ايه بقى؟ الحقيقه هو اتكلم معايا وقال لي ان شاء الله، ووعد يعني شبه ان شاء الله يتراجع. احنا ما نقدرش نستغنى عنه، اكمل ارقام قيمه كبيره جدا، وعلى فكره هو بيجتهد جدا 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 وواطن جدا. تمام. تواصلت ايضا مع بعض النواب الاخرين. احنا عندنا الاجنده بتاعتنا مليانه الحقيقه. لجنه حقوق الانسان دي الحقيقه هي مسؤوليه كبيره جدا، لان لجنه حقوق الانسان هي اللجنه الوحيده المشتركه مع ال 24 لجنه الاخرين. لها ملفات في الامن، ملفات في التعليم، في الصحه، في التضامن الاجتماعي، في كل مناحي الحياه. احنا ناويين ان شاء الله نقسم العمل داخل اللجنه حسب النواب الموجودين، ونقسم الجمهوريه لقطاعات، ونبتدي زيارات ميدانيه داخليه وزيارات ميدانيه خارجيه داخليه في جميع ربوع مصر. ان شاء الله هيبقى لينا زيارات للسجون وزيارات للاقسام وزيارات ايضا للمدارس وزيارات ايضا للمستشفيات، وان شاء الله هننزل النجوع والقرى الفقيره. وعندنا مشاريع قوانين كمان مهمه. عندنا لسه هقول لحضرتك يعني اهم التشريعات اللي بتتصور ان هي ممكن تكون مهتمه بها اللجنه في الفتره اللي جايه في مجال حقوق الانسان. هي مش مهتمه بها اللجنه، هي ضروره حتميه، لان الدستور نص عليها قانون العداله. بس بقول اللي هيبقى محطوط لها طبعا. صحيح. اولويه يعني. صحيح صحيح. قانون العداله الانتقاليه لازم نبتدي فيه، وانا الحقيقه كنت صرحت وقلت ان احنا نبتدي نشتغل في هذا القانون، لان هذا القانون هو ملزم حسب الدستور، ويجب ان نبدا فيه فورا ونعرضه على اللجان المختصه، ثم يعرض على الجلسه العامه للموافقه عليه او التعديل. ايضا عندنا قوانين زي قوانين التظاهر، عندنا قوانين ايضا زي اطفال الشوارع، لازم يبقى في قوانين. عندنا حتى قانون الهجره الشرعيه اللي احنا غلظنا وافقتوا عليه النهارده. صحيح، هذا القانون مهم ووافقنا عليه، ولكن محتاج مجموعه قوانين اخرى. يعني محتاج مجموعه قوانين مكمله ليه. احنا قلنا النهارده ان الهجره الشرعيه احنا مش عايزين ولادنا يهاجروا، ولكن البديل بقى لازم يبقى عندنا مجموعه قوانين تساعد في ايجاد فرص عمل، تساعد ايضا في ان يكون هناك خطاب معتدل. الخطاب المعتدل اللي نقول لولادنا ان الوظيفه المري خلاص اذا كانت انتهت في اوجه اخرى للعمل. ايضا نتعاون مع بعض اللجان الاخرى، لان احنا لازم نبقى عارفين ان سياده الرئيس كان قايل على مشروع خاص بالشباب، وهو يعني مشروع مسؤوليه الدوله عن المشروعات المتوسطه والصغيره، لازم نبدا فيها ونوجد فيها حلول جذريه. عندنا اجنده كبيره جدا الحقيقه، نبتدي فيها من اللحظه الاولى. هيبقى في اجتماعات من بكره ان شاء الله، ونختار اللجنه وهنبتدي نقعد نشوف هيئه المكتب والساده النواب هنعمل ايه الفتره اللي جايه. طيب حضرتك وانت بتكلمني في البدايه عن اهم القوانين والتشريعات اللي يعني المفروض ان هي تشتغل عليها اللجنه في الفتره اللي جايه، قلت لي العداله الانتقاليه. بمناسبه العداله الانتقاليه، انا كميه الناس اللي بقابلها وبيسالوني هي ايه العداله الانتقاليه؟ وهل ليها علاقه بالمصالحه مع جماعه الاخوان الارهابيه ولا لا؟ ادينا فكره، ايه هو قانون العداله الانتقاليه؟ بص باختصار كده، العداله الانتقاليه هذه قوانين متعلقه بالثورات. لما بيحصل ثورات وتغيير نظام الى نظام اخر، بيكون في ناس في النص اتظلموا من وجودهم في حقبه زمنيه او فتره زمنيه، تعرضوا للظلم سواء من الدوله او سواء من اشخاص او سواء مؤسسات موجوده في الدوله. القانون ده هيوفق الاوضاع ويعيد الحقوق لاصحابها شريطا.
أن يكون هناك، إذا كان هناك مجني عليه بياخد حقه، إذا كان هناك متهم أساء أو أضر بمال الدولة أو دم المواطنين أو قتل أو اشتراك في تخريب أو أعمال هدم أو أعمال حرق زي عربيات الشرطة أو مؤسسات الدولة، ده لا تصالح معاه، ده قولا واحدا. مين لا يتصالح؟ مين لا يتصالح مع الناس اللي قتلوا الحسيني أبو ضيف قدام الاتحادية وحصروا المحكمة الدستورية وحصروا مدينة الإنتاج الإعلامي وكمموا أفواه الإعلاميين، أولهم كابتك والإعلاميين كانوا قاعدين في مدينة الإنتاج ومحصرين، يتصالح معاهم إزاي؟ لا يمكن. ولكن الصلح والتوافق مع من لم يسيء، إذا كان هناك خطأ يمكن تداركه ويمكن عرضه على لجنة توافقية، هذه اللجنة التوافقية يفر أمامها بالخطأ ويعترف بالخطأ ويعيد أو يحاول إصلاح ما قام به من أعمال، إحنا مستعدين نعمل كده. انما نتصالح ازاي يعني مع جماعه الاخوان؟ وبعدين احنا مش عايزين نختزل هذا القانون بجماعه الاخوان، لا، القانون ده بيشمل كثير من الفئات اللي موجوده، وزي ما قلت لحضرتك هذا القانون لازم برضو ايضا يجب لما نصدره يجب الا يتعارض مع قوانين اخرى. يعني انا مش هطلع النهارده قانون اقول مثلا انا هعفى عن فلان وهو فلان ده معاقب طبقا لقانون العقوبات مثلا بالحبس 7 سنين او حبس 10 سنين، ما ينفعش. ولا هيكون هناك تعارض، هو ده اللي مطلوب نعمله خلال الفتره اللي جايه. طبعا هذا القانون صعب جدا، ولكن هو محتاج حوار مجتمعي، محتاج تداول ايضا في اللجان، اللجنه الشرعيه، لجنه حقوق الانسان، اللجان المختصه، وايضا في الجلسه العامه لكي يكون هناك قانون نستطيع من خلاله تحقيق العداله. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب مرة تانية، ألف مبروك وإن شاء الله ربنا يوفقك، لأنه لجنة مهمة، الغرب بيحاول إن هو يحاربنا بسلاح حقوق الإنسان، فربنا يوفقكم بإذن الله.